دي ب 10 جنيه الساعه دي، هياخدوها القطعه ب 10. عايزه اقول لكم اشكال حلوه جدا، كل ده ب 35 جنيه بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جوله جديده ومكان جديد، فيديو النهارده عن السعيد، اطفالي وحريمي ورجالي، والاسعار بدات معانا من 10 جنيه. هنشوف معانا اجدد اشكال الساعات، وكمان ساعات الغطس واللي ضد الميه، والساعات الديجيتال بكل اشكالها رجالي وحريمي، ومعانا كمان اطقم ساعات بالحظاظه تنفع هدايا حلوه جدا جدا، سعرها 40 جنيه وبس. هنشوف منها اشكال كتير جدا جدا. احنا موجودين فين؟ احنا عند محل الاسطوره في الموسكي، ممر الشابوري بعد مكرونه ابو ياسر. العنوان بالتفصيل هتلاقوه موجود في اول تعليق، وهسيب لكم كمان رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. بس قبل ما ابدا الجوله، انزلوا حالا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، ونبدا الجوله على بركه الله. اسعار بدأ من كام؟ من 17 جنيه الجمل. لا انا عايزين اسعار القطاعي. يعني حاجه زي كده هتبقى بكام؟ ممكن تجيب لنا واحده نشوفها؟ بصوا حاجه زي كده 25 هتبقى في القطاعي ب 25 جنيه. حلو قوي. الجمله هتبقى 17 ونص. تمام، دي بناتي. تمام، حلو قوي. في منها برده اشكال تانية، يعني القلب من جوه اللي بيختلف، صح؟ تمام. في معانا تاني، في معانا حاجه زي كده، دي الحاجات التاتش دي. عامله كام دي؟ دي 55. دي اسعار القطاعي 55 جنيه، بس الجمله هيكون ليها اسعار تانية برده. ممكن نشوفها؟ بصوا دي هتبقى بكام؟ دي تاتش عامله كام؟ 55 جنيه. حلو قوي. تمام، بصوا معانا حاجه زي دي، دي برضو ديجيتال تاتش، عامله كام دي برضو؟ دي 35. 35 في القطاعي. الجمله بتبدا هنا من ثلاث قطع بس، ثلاث قطع مشكلين ولا من شكل واحد؟ شكل واحد. تبتدي تحسب لكم برضو ان هي جمله كده. تمام، في ايه معانا تاني؟ برضه ديجيتال برضه، بس عايز اقول لكم الاستيك هنا مختلف خالص، يعني دي تعتبر الشكل من فوق بس الاستيك لا. دي قلنا عامله كام برضه؟ دي 35 في الجمله. 35 لا القطاعي 40. ب 40 جنيه قطاعي. تمام، في ايه معانا تاني؟ عامله كام دي؟ ده كده 25 قطاعي. الاسعار دي 30 قطاعي. 30 قطاعي. بصوا الحاجات اللي زي دي هتبقى ب 30 جنيه قطاعي الواحده، والجمله هتبقى ب 25، والجمله تاخده ثلاث قطع من شكل واحد. تمام، في ايه تاني معانا؟ في دي حاجات تاتش برضه، حلو قوي دي. ممكن تشغلنا واحده نشوفها؟ طيب بصوا حاجه زي كده تاتش، حلو قوي. عامله كام دي؟ دي 50 قطاعي. حريمي دي صح؟ دي 50 قطاعي، حلو قوي. تمام، عماله اتكلكوا عليها عشان تبان بس معايا. دي 50 جنيه قطاعي. تمام، اشكالنا كلها متاحه. في معانا تاني؟ في معانا حاجه زي كده، دي 35 قطاعي. دي زي الاسوره، يعني بتتوسع وتتضيق. اسوره ب 35 جنيه قطاعي، جديده قوي دي. بصوا شكلها حلو قوي، 35 قطاعي. دي معدن عشان تبقى بس واضحه معانا الجمال ده، حلو قوي الساعات. عامله كام دي؟ 35 قطاعي. دي 35 جنيه قطاعي، حلو قوي والله. بصوا هوريها لكم برضو، اي واحده من دول قطاعي ب 35 وجمله ب 30 صح؟ بس عايزه اقول لكم شكلها تحفه. بصوا حاجه زي كده 35، حلوه جدا. تمام، باشكالها كلها. في ايه تاني معانا؟ في حريمي ورجالي. طب احنا ما كملناش دول، الحاجات اللي هي بتاع الاطفال دي عامله كام؟ حاجات زي كده دي ب 25 جنيه قطاعي اطفالي. تمام، في ايه تاني معانا؟ حاجات زي ايه تاني؟ 45 ضد الميه. دي اللي هي الساعه اللي ضد الميه، عامله كام؟ 45 ضد الميه. تمام، في ايه معانا تاني؟ دي غطس. دي غطس بتفضل الميه عادي. الساعه الغطس دي بقى عامله كام؟ 70 جنيه ساعه غطس رجالي، شكلها تحفه، حلو قوي. بعلبتها طبعا، بعلبتها تنفع هديه حلوه قوي. في الحاجات اللي هي الجلديات دي رجالي برضو. الشيكه دي عامله كام؟ 30. دي بكام؟ ب 30 جنيه قطاعي. الجمال ده عندكم اسعار حلوه قوي اهو، في اسعار حلوه جدا هنا. عامله كام دي برضو؟ 45 جنيه قطاعي، حلو قوي. والابيض بتاعها ده 45 قطاعي برضو. بصوا حلو قوي، دي ب 45 جنيه قطاعي. تمام، وحاجه زي كده عامله كام؟ 35 قطاعي برضو. انا عايزه اقول لكم في اسعار هنا برضو حلوه جدا. تمام، بصوا انا بوريكم بس بعض العينات الموجوده. كل ده سعر واحد؟ كل ده سعر واحد؟ كله 35؟
بصوا حاجه زي كده 35 جنيه وده برده نفس السعر. بصوا 35 جنيه كل ده 35 رجالي شكلها تحفه قوي. عايزه اقول لكم اشكال حلوه جدا. كل ده ب 35 جنيه بس. بصوا دي برده دي ب 35 حلوه جدا تمام. واللي فوق دي نفس السعر 35 برده. اي حاجه 35 من دول. بصوا الجمال ده. بصوا دي ب 35 جنيه حلوه جدا تمام. 15 دي ب 15 جنيه قطاعي هياخدوها يعني بالقطعه ب 15 جنيه. دي اللي هي الساعه الاله الحاسبه تمام كده باشكالها برده 15 جنيه حلو قوي. دي 20 اطفال. دي برده اطفال ب 20 جنيه اطفال. ساعه وايه؟ بتعرض الصوره كمان تمام حلو قوي. بروجيكتور كمان وساعه حلوه جدا. في ايه تاني معانا؟ بصوا دي الساعه اللي هي الابل حلو قوي دي. هوريكم الاحمر عشان يبان بس شويه. عامله كام دي؟ دي ب 10 جنيه الساعه دي. هي ياخدوها القطعه ب 10 جنيه حلوه جدا. في منها اشكال كتير قوي والوان برضه. عامله كام دي؟ دي 40 قطعي. ايش هي كده؟ دي ب 40 جنيه قطعي. دي ب 40 يا حبايبي حلوه قوي قوي شكلها تحفه. انا هحط لك انا وانت علق بقى. دي عامله كام برضه؟ ب 40 جنيه برضه. بس ده الاوستيك هو المختلف تمام حلو قوي. والساعات اللي زي كده اللي هي المعدن دي. بصوا الساعات المعدن دي ب 60 جنيه حلوه جدا. كل الاشكال دي 60. كل الاشكال دي بصوا كل ده 60 جنيه رجالي. والذهب دي برده 60. بصوا دي برده 60 جنيه حلو قوي. في ايه تاني؟ عامله كام دي برده؟ 50. دي بصوا ب 50 جنيه. ممكن نشوف واحده بس؟ وده 50. بصوا عايزين نشوف واحده. نشوف واحده. بصوا حلوه قوي دي. دي قلنا عامله كام؟ 60 جنيه. عايز اقول لكم شكلها تحفه. في منها السيلفر وفي الاسود حلو قوي. في ايه تاني معانا؟ عامل كام ده؟ هي بكام دي لو سمحت؟ اي واحده 50 جنيه. بصوا دي 50 جنيه. 50 جنيه حلو قوي. مفيش اللي معاه البوك والذهبي بتاعتها برده. بصوا دي 50 جنيه باشكالهم بقى كلها موجوده. اسعاره ايه ده برده؟ اي واحد 45 من دي. بصوا الساعه دي ب 45 جنيه. ده ممكن نطلع واحده برده عشان بس الاضاءه بتاعت بصوا حاجه زي كده. دي قلنا 45 جنيه قطاعي. الجمله يا جماعه هيكون ليها اسعار خاصه. والجمله هنا بتبدا من 3 قطع شكل واحد تمام حلو قوي. والساعات دي في ناس كتير لسه بتحب تلبسها. عامله كام دي؟ 35. 35 جنيه حلو قوي. في ناس كتير بتحب تلبس الساعات الرفيعه اللي زي دي 35 جنيه. عندنا بقى الطقم اللي هي الحاجات الغاليه برده موجوده هنا. واللي زي دي عامله كام؟ دي كده 35. ايش هي كده؟ بصوا حاجه زي كده 35 جنيه. عايزه اقول لكم شكلها شيك قوي قوي. بصوا باشكالها كلها البني بتاعتها تحفه. بصوا 35 حلوه قوي تمام. في ايه معانا تاني؟ عامل كام بقى الشغل ده كله؟ ده 40 قطعه. اي قطعه فيها؟ ما ينفعش نشوف كذا قطعه منها هنا؟ دي عامله كام دي قلنا اللي مع ايدك دي؟ بصوا دي ب 40 جنيه. والجمله ليها سعر تاني. جيب القطعه ب 40 جنيه. حاجات هدايا بقى بناتي ورجالي حلوه قوي ب 40 جنيه. ايه الجمال ده؟ بصوا حاجه معاها الحظاظه بتاعتها ب 40 جنيه شيكه قوي. ودي بيبقى معاها زي انسيال كده حظاظه برده 40. ودي اي واحده 40؟ 40 جنيه. دي اللي هي المغناطيس؟ لا ده دي الجلد العادي تمام. دي 40 جنيه. اي واحده من دول. بص الموف ممكن نشوف الموف دي بعد اذنك. ايوه دي. بصوا الشياكه دي. بصوا دي برده حلوه قوي. دي ب 40 جنيه برده. الشياكه دي الوان فظيعه حلوه قوي. الاسعار هنا بجد تحفه. كميه موديلات هنا برده كل ده 40 جنيه صح؟ والحاجات العاليه اللي فوق دي عامله كام؟ دي كده بتبدا من 100. ممكن نشوف السيلفر دي؟ عامله كام من الستة دي؟ يعني دي عامله كام؟ بصوا العلبه بتاعتها معدن. دي 135. عايزه اقول لكم العلبه بتاعتها معدن. هديه مش محتاجه لف بقى 145 حلو قوي. والذهب دي عامله كام؟ 150. حاجه الشيكه. واللي جنبها دي قطاعي. واللي جنبها الاولانيه دي كام؟ 135. ده الجلد بتاعها شفاف عشان يبقى واضح. دي عامله 200 جنيه. ليه بقى عاليه قوي كده؟ دي 200. ده فيها التاريخ كمان هنا ده صح؟ ده التاريخ. دي ماركه ديزل. الديزل. طب ممكن نشوف واحده ديزل دي. الشيكه دي الجمال ده حلو قوي. عامله كام دي؟ 150. 150 جنيه. عايزه اقول لكم تحفه. 150. 150 برضو. الساعه ب 150 قطاعي. الجمله والكميات اسعار خاصه عشان نوضح بس تمام حلو قوي. عايزه اقول لكم كميه ساعات هنا رهيبه. بدات معانا من اول 10 جنيه صح؟ الساعات هنا بتبدا من 10 جنيه الحاجه اللي زي كده.
والآلة الحاسبة كانت بادئة بكام معانا؟ 15. ده كلها أسعار قطاعي، الجملة هتبقى أقل من كده. حلو قوي. يعني لو حد هيجي في الجملة ياخد حاجة زي كده هتبقى بكام؟ 72 الجزء. يعني الواحدة هتبقى واقفة على كام في الجملة؟ الواحدة هتبقى بستة جنيه في الجملة، هتاخدوها انتوا بعشرة قطاعي. حلو قوي. احنا طب في حاجات اللي هي لوط أم دي ما شفناهاش برضو أسعار عاملة كام، اللي هي بتبقى فيها 2 جلد ده 60 جنيه الطقم كده ب60 جنيه قطاعي، ده بيبقى معاه يعتبر أستيكين، 2 أستيك. حلو قوي. يعتبر 3، هي معاها واحد معدن وهيجي لك 2 جلد، يبقى الساعة ب3 أستيك ب60 جنيه. حلو قوي، تعبتك معايا وميرسي قوي. احنا كنا عند محل ايه طيب؟ قول لهم محل الأسطورة بجوار مكرونة أبو ياسر، صح كده، ممر الشابوري. تمام، العنوان بالتفصيل انا هصور لكم الدخله من بره، وهسيب لكم كمان رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان. احنا موجودين في شارع بورسعيد في القاهره، قدام على طول الكوبري بتاع المشاه، وقدامنا الناحيه الثانيه كمان مول السني اللي خارج من درب البرابره. هنوصل ازاي برضو بشارع بورسعيد ده؟ هنركب محطه مترو وننزل محطه مترو العتبه، وناخد ميكروباص نقول له نزلنا عند جامع البنات، هينزلنا عند كوبري الازهر اللي عملت عليه زوم، ده هينزلكم تحت على طول. هتعدوا كده وتيجوا، ده شارع بورسعيد، هتفضلوا ماشيين على طول لحد ما نوصل عند المحل ده. بصوا كده هعمل لكم زوم عليه كمان، ده محل عصام وعمر بتاع الشنط جنب كوبري المشاه على طول. هنفضل ماشيين من جنبه كده، بصوا ده كوبري المشاه، هنفضل ماشيين من جنبه كده على ما ندخل كمان ممر الشابوري. هنفضل ماشيين في ممر الشابوري لحد عند مكرونه ابو ياسر، ونسال على محل الاسطوره. انا هدخلكم كمان ممر الشابوري. هنفضل ماشيين كده من جنب على طول من جنب الكوبري زي ما انتم شايفين كده، لحد ما هنلاقي معانا اليافطه بتاعه الزعيم دي، هندخل من جنبها هنا، ده ممر الشابوري. هنفضل ماشيين فيه على طول لحد نسال على مكرونه ابو ياسر، محل الاسطوره يعتبر جنبها على طول. وهسيب لكم كمان رقم للتواصل اللي مش عارف يوصل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.